اهلا اهلا، كيف دايرين الغزاره ديالي؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ الامور ديالكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما خصكم خير، وتكونوا ان شاء الله ناشطين وفرحانين والمورال ديالكم يكون 5 5 نتوما وعائلاتكم ووليداتكم وحبابكم. كنشكركم بزاف الغزاره ديالي على تعاليقكم زوينه اللي كتخليو ليا في الفيديوهات. فاليوم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد، واليوم اش غنقول لكم؟ مهم ما نحرقش لكم المراحل، غتبغيو تقولوا لي شنو عندك وشنو المناسبه وشنو عندك هنوده. مهم بعدا غادي نبدا معكم بواحد الكيك اللي غادي نوجدها ان شاء الله للكوتي، غتجي عندي واحد السيده. من بعد غادي نقول لكم شكون هي وعداش وكيفاش وداكشي كامل. مهم بغيت نوجد ان شاء الله الكوتي ديالي. فبالنسبه هنايا البنات كما قلت لكم غادي نبدا معكم بواحد الكيك. بالنسبه لهاد الكيك كتجي خطيره وكتجي اسفنجيه من الداخل ومنفوخه زوينه بزاف. فيها الطاسه ديال البيضات، غادي ندير نخلطهم مع كاس ديال السنينه حتى كينسجموا مع بعضياتهم، وغادي نولي كنزيد عليهم كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، وكاس ديال دانون، وغادي نولي كنخلط كل شيء مع بعضياتهم. وكاس البنات لاروب ديال الماء، بالنسبه للماء دافي يعني ماشي بارد ماشي سخون. فهادو هما المكونات، كاس ديال السنينه مع كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال الياغورت، انا درت ديال الفاني، ممكن ديرو ديال البنان، وكاس لاروب ديال الماء. يعني صافي غادي نخلطهم حتى كينسجموا مع بعضياتهم، وغادي نولي كنزيد لهم ثلاثه ديال الخمارات. وغادي نحتاج تقريبا زلافه ونص ديال الدقيق الابيض، فانا درت الزلافه الاولى، وعاد ان شاء الله غادي نولي كنزيد الزلافه الثانيه يعني مع مراش. ومن بعد البنات غادي نزيد تقريبا الجهد ديال ثلاثه المعالق ديال الخل، باش هكا كتجينا الكيك ديالنا منفوخه وكتجينا هكايا ديك البيوض هي اللي كتعجبنا هكا نشوفوها في الكيك. فهانتوما كيف ما كتشوفوا الخليط، يعني بعد ما دفنا ليه الخل فكيكون القوام ديالو بهذا الشكل هذا. هنايا غادي ناخذ المول، انا غادي ندير هذا الطويل، دهنتو بشويه ديال الزبده، رشيتو بشويه ديال الدقيق، وفرغت فيه الكيك. داك الشويه اللي بقى ليا غادي نزيد ليه تقريبا واحد جوج المعالقات ديال بودره الكاكاو. صافي نولي نفرغه من الفوق باش هكايا كيعطينا داك الشكل رخامي من الداخل. صافي بالنسبه للفران كنديرو فران سخون، فران بارد. البنات دائما الكيكه كنطيبها في الفران اللي هو بارد. بالنسبه للوقت غادي ندخلها للفران تقريبا 45 دقيقه، وهنايا في الوسط غادي نحاول ندير واحد الفتيحه كيف ما شفتوا انا درتها بالسباتولا، اولا ديروها بالموس باش هكا كتعطيكم واحد كتعطيكم ديك التفليحه اللي كتكون في الفوق اللي كتعجبنا هكا نشوفوها في الكيك. هنايا الغزالات ديالي غادي ندوز مباشره باش غادي نبدا كنوجد السوينيه ديالي. فكيف ما قلت لكم غادي عندي واحد السيده اللي غادي نقول لكم ان شاء الله شكون هي. فغادي نحاول انني نوجد داكشي كامل اللي غادي خصني نحطو هكايا في الكوتين. وجدت السوينيه ديالي، وجدت داكشي اللي قسم الله غادي نحطو، وصافي هادشي اللي كاين الغزالات، وهانتوما معايا. معكم الروتين هاد العشيه، يعني بديتو معكم الكيكه. فبالنسبه لهاد النهار هذا البنات فهو راه صراحه تتمه ديال الفيديو اللي دازا. كنت قلت لكم يعني عندي بروغرام هاد العشيه، انا غنقول لكم شنو عندي. فباش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، يعني نشارك معكم نهار كامل من الصباح حتى العشيه، غيجي الفيديو طويل. بزاف ديال الاخوات قالوا لي عافاك هي كطولي لينا الفيديوهات،
غادي ديريهم لينا قصارين باش نقضوا هكا نتفرجوا فيهم. داكشي علاش قلت انايا نقسم لكم فيديو. فنزلت لكم الروتين اللي هو روتين صباحي، هذاك راه غادي نخليه بوحديتو، غادي تكونوا ان شاء الله دابا راكم غتكونوا شفتوه. بالنسبه للروتين ديال هاد العشيه فبغيت نشارك معكم بوحديتو شنو عندي البنات هاد العشيه. فجايه عندي ان شاء الله نجات النقاشه ديالنا، راكم ديجا شفتوها معنا في الخطبه ديال ندير خو خديجه، شفتوها معنا عند حنان بريستي، شفتوها معنا عند حياه. مهم يعني كتكون معنا حاضره معنا بعض الخطات ملي كتكون شي حاجه وكنبغيو نناقشوا فكتكون حاضره. صراحه عندها النقش واعر البنات. غادي نخلي لكم ان شاء الله الرقم ديال التليفون ديالها بالنسبه اللي بغات هكا يتواصل معاها، كان عندكم شي مناسبه شي فرح شي حاجه مهم اي حاجه بغيتي تفرحي براسك تفرحي بوليداتك بحال اللي غندير انا. باغا اختي نفرح براسي ونفرح بنياتي قلت انايا نغوت عليها. فكيف ما قلت لكم نخلي لكم النمره ديال التليفون ديالها، واللي بغات تواصل معاها تعيط ليها كتجي عندكم تلطا. فكيف ما قلت لكم الغزالات ديالي فانا غادي نغوت عليها، غادي تنقش ليا انا وبنياتي، ما كاين حتى شي مناسبه غير بغينا نشطو وبغينا نفرحو براسنا انا وبنياتي. فكنت بغيت ندير ليهم ليل 27 نقش ليهم نفرح بيهم الى غير ذلك. ولكن البنات انا ما كنتش مساليه، كانت عندي الخدمه كان عندي الضغط، يعني ما كنتش نقدر انني ندير ليهم هكا شي عشيه ونقش ليهم ونفرح بيهم. دعاء نقشوا ليهم الصراحه في المدرسه، ولكن مالك بقى فيها الحال قالت لك واش انا تنقشي ليا. وبصراحه ما كانش عندي الوقت، قلت لها شوفي غير كوني هانيه حتى انا باغا نقش، غير تحيد العطل غير تحيد رمضان يدوز العيد سالي العطله ونغوتو على السيده تاع تجي لعندنا تاع الدار ونقشوا ان شاء الله انا وياك وهادي وهادي. المهم بقيت معاها حتى حاولت انني نقنعها، وداك الشيء اللي كاين البنات يعني وعدوا الحر دين علي، يعني وعدتها خاصني نوفي بالوعد ديال سيرتو ان الوليدات كيبقاو هكا عاقلين كتقول لك قلتي لي ديك الحاجه صافي قلتي لي قلتي لي داك النهار صافي هذاك النهار. يعني داك الشيء علاش قلت انايا تواصلت مع حياه الله يستر، داك الشيء علاش قلت انايا تواصلت مع نجات وقلت لها دوز عندي هاد العشيه هادي باش تنقش ليا وتنقش كذلك البنيات. بالنسبه للبنات راه شفتو بالنسبه للكيكه راني وجدتها، يعني واخا صايمه وهذا قلت انا نوجد ليهم كيكه الهوتي او ميم طو حتى السيده نعمر ليها بريد ديال اتاي، يعني ماشي حيت انا صايمه راه صافي ما نوجدوش ليهم طبيله الهوتي لا ما جاتش حشومه، نوجدوا طبيله ديال الهوتي ولو باشياء اللي هي بسيطه نفرحوا هكايا الضيفه ديالنا. وكذلك نفرح حتى بالبنيات، يعني راه ماشي شي حاجه راكم عارفين خصكم راه صايمه والصيام كيقضي عليا ما كنقدرش هكا نكمل النهار غير بزز. دابا عرفتوا شنو غادي ندير، غادي نوض ان شاء الله نمشي نوريكم الكيكه لحقاش صراحه راه صافي طابت واجده، غادي نوريها لكم ان شاء الله كيفاش كتجي ونجيب داك الشيء الاخر هنايا نحطه في الطبله ونغطيه ونخليه حتى تجي تجي زعما السيده. وغادي نوض نمشي نتكا لحقاش خاصكم فاقت اليوم بكري راه الفياق بكري بدا بنشري، فاقت اليوم وقضيت شحال من حاجه و 12 بنات والله الا 12 فاش صورت معكم داك الروتين 12 لقاتني طيبت الغدا هذا الخبز ديالي طايب كلشي الحمد لله ساليتو البنات غديتهم مع 12 بعد سديت معكم الفيديو وبديت معكم الكيكه يعني الروتين ديال العشيه. يعني صراحه الا فقتي الصباح بكري راه كتقضي شحال وشحال 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 من حاجه. ايوا هادشي اللي كاين. المهم اختكم راها لبساتها نتوما شوفوا لبست ليا القفيطين البنات رجعوا المدرسه دابا مع الجوج ولبست ليا القفيطين، لبست هذا ديال اللونان لحقاش كاين الصهد لبست هذا هو الوقت ديالو ديال اللونان، مخيطاها البنات بالكروشيه راه كنسبق ليا وبارطاجيتو معكم فواحد لا فيديو. ايوا هادشي اللي كاين الغزالات. يلا دابا ان شاء الله غادي نوض الكوزينه نوريكم ديك الكيكه، نجيب داكشي لاخر هنايا ونغطيه ونمشي نجلس نتكا واحد الشويه واحد السويعه ولا ساعه ونص حيت دارت معايا حتى الربعه والفوق، يعني باقي الوقت. بالنسبه للفطوري راه ما كاين ماشي شي حاجه، يعني كما قلت لكم فيديو اللي داز غير اللوبيا صلاد الله يجعل شي بركه. يلا ها الغزالات وهانتوما معايا. وها هي البنات الكيك ديالي بعد ما خرجتها من الفران كتجي منفوخه وكتجي عاليه البنات،
كتجي ما نقولش لكم قطنيه خفيفه، والمقادير ديالها راهما بساطين. درت لها شويه ديال الكونفيتور من الفوق وزينتها هكا بشويه ديال اللوز كونكاسي. ممكن ديروا الكاوكاو والكوك، يعني اللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي، يعني داكشي اللي متوفر عندكم في الدار. انا غادي نقطع منها هكايا باش غادي تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي صراحه زوينه 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 بزاف. وهادشي اللي كده مغزلات، دابا غادي ندي هادشي كامل فوق البوطو. الله يستر ما تديوش على خدكم. ندي هادشي كامل فوق الطبله وغادي نخليكم ان شاء الله تنطلقوا مع النعجات. البنات انا رجعت لكم، ها هي نجات جات. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير عباس البروكه، باش كنتمنى ان شاء الله بصحه وسلامه. هي عندها النوبه الحنة عاد كثر، ايوا خلي الواحد يفرح براسو. حنا لبسنا القفطان كاع مرحبا الله يا ربي. دابا انت تعقلي على راسك. عاد اختي نحني ونعقلوا عليه. ها هي دعاء هنايا تاهي جات من المدرسه، نبداو بها هي الاولى ونشوفوا مالك الا جات ندير ليها حتى هي الثانيه عاد انا. ايوا صافي انا مشيت، راه ملي حبست معكم فيديو بلا شوفوا عينيا نعست بعدا، ضربت واحد ساعتين ما نقولش لكم، خمرت فيها بعدا حتى جات نجات. والله حتى جات نجات، جات نجات كتصوني كتصوني، حلت لها الجاره هي اللي حلت لها. يلا البنات انتم معنا، انتم البنات انتم. هاي دعاء بدينا بها هي الاولى. الصحه دعاء، قولي الله يعطيك الصحه. قولي الله يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. ها ندير لك نقش احسن من ديال المدرسه. انا قلت لكم تبارك الله ما شاء الله عليها، عندها حله في المدرسه اخرى. درتي واحده اخرى، قلت لكم عندها تبارك الله نقيشات زوينين. غنخلي لكم النمره ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. مرحبا. بنات هاي كملات لي هاي ديتها بجوج، شوفو عجباتك دعاء؟ صح اختي، شوف اي 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 تهلات فيك نجات اليوم بصحتها وراحتها. الله يعطيك الصحة، لما تبقى الحنة تعيط عليا. صافي قول لها حنا فيما نبغيو نقشو ترشق لينا نغوتو على نجات. مهما قالت لينا معلمات قالت لينا غندوي لكم الحنه ولبس الجلابه. درتو انا العواش لبسوهم الحنه والجلابه. هانتوما البنات، ها هي اللويده ديال ملاك. جمع داك الصباح ما كيشتتي، خليه مشتت. قلت لي خليه مشتت، شوفوا لي الطريزه النقيشه، قول لي ما كي معطر. شوفوا النقيشه ثاني كي دايره. هانتوما يا اختي، صافي دابا تنقش ليها اليد الاخرى. ماما اتصل. تهنينا منا مسبقت ماما الاولين باش نتهنى عاد نعقل على نقشتي انا. يلا انتم هي نجات ان شاء الله عاد غادي تبدا ليا انا. ايوا المهم غنشارك معكم هكا النقيشه اللي غادي دير ليا. تبارك الله راه عندها داكشي زوين. وريتكم النقيشات ديال البنات فنين كيحمقوا. السلام عليكم، كيفاش باش نتزوج؟
البنات، ها هو فيشه اللي دارت لي هذه نجات، تبارك الله الله يعطيك الصحه بصحتك وراحتك، تحني وتعاودي ان شاء الله. تبارك الله ما شاء الله عندها الحنينه على مزيناتها. شوف هي اللي اختارت هاد الموديلات، انا اللي اختاريت وهي وراتني وانا اختاريت. بصحتك وراحتك. وكما قلت لكم غنخلي لكم النمره ديال التليفون ديالها والقناه ديالها، تواصلوا معاها. راه تبارك الله ما شاء الله عندها داكشي غزال. مهم بنات، وها انا رجعت لكم. صافي راه نجات مشات قبيله، انا خليتها هكا تنشفات لي الحنه، هانتوما شوفوا ما بغيتش نغسلها، قالت لي ما تغسليهاش باش تبقى لك زوينه. انا غير قشرتها، والاذان شحال نقول لكم الاذان قبيله قبيله قد الاذان. دابا واقيلا نقول لكم شحال ساعه، شي 9 تقريبا، باش يعني المغرب راه اذن قبيله نص ساعه. حد خديت واحد التميره وخديت كويس ديال الماء. والله البنات حطيت لي هكا شويه ديال اللوبيا وشويه الشلاضه، راكم عارفين كما قلت لكم راه ما درت حتى شي حاجه من غير اللوبيا والشلاضه. صافي بريريت ديال اتاي وهذا الشيء اللي كاين. وشوفوا لي تبارك الله الحنان يا اختي الحنان، حتى الغدا ان شاء الله الا صورت معكم شي فيديو ونوريها لكم، يعني حيت هي حتى كتبات عاد كتنضر. هانتوما اختي ديال بنتي، شوف 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 كتوريكم زعما هانتوما زوينه بالصحه والراحه. ايوا هادشي اللي كاين غزالات، هنا غادي نسد معكم لا فيديو ديال هاد النهار هذا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا معايا وقيته اللي هي زوينه. مهم فيديو خفيف ظريف وصافي. يلا الحادقات ديالي غادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. يلا باي باي، سلامه.